فاحنا النهارده هنعمل تشيكن بارميجانو او الدجاج بالبارميجان بالبتنجان. عشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين 4 صدور دجاج، عندنا عايزين بصله، 2 فص ثوم مفروم، 2 معلقه كبيره زيت زيتون، وعايزين 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، 8 شرائح بتنجان مشويه او مقليه، معلقه صغيره زعتر، 1/2 كوباية ريحان، 1 كوب جبنه بارميجان، 1 كوب جبنه موتزاريلا، ملح وفلفل ورشه من جوزه الطيب. طيب انا الفراخ البارميجان، الفراخ اللي عندنا اخدناها حطينا لها بس شويه ملح وفلفل و بيض وبقسماط وقليناها في الزيت. هنحط شويه زيت زيتون. هناخد دلوقتي البصله اللي عندنا وهنحطها على النار، بصله صغيره يا جماعه مش كبيره. هنحط الثوم، طيب على ما الكلام ده كله يخلص هنحط بقى قطع الفراخ اللي احنا عايزينها هنا. طبعا في برضو ناس بيحطوا الفراخ على يعني جوه الصوص، برضو صح مش غلط، بس انا مش عايزة اخلي شكلها يعني شوية متبهدل كده، فهنحطها لوحدها، يعني هنحط الصوص تحت ونحط الفراخ فوقيها علشان يفضل الشكل كده حلو. فضلت واحدة مش هنعرف نحطها فين. هناخد دلوقتي البتنجان اللي عندنا وهنحطه فوق الفراخ. خلينا بس دلوقتي نحط الصوص هنا، نحط عليها شوية مية. وهنحط عليها الصلصة. شوية ملح. شوية فلفل. وهنخلي بس جوزة الطيب والزعتر والريحان آخر مرحلة خالص. فأنا دلوقتي هنسيبها على النار كده بس تتسبك شوية. فهنحط كده الموتزاريلا. وبعدين هنحط البارميجان على كده. احنا تقريبا جاهزين، بس هندخلها الفرن شويه لغايه ما الجبنه اللي عليها تسيح. ناخد سكينه بقى هنقطع الريحان، ناخد شويه من جوزه الطيب نحطهم كده، وشويه من الزعتر. والريحان